عالم المحركات يقربكم من سوق السيارة الوطنية. عالم المحركات ينقل لكم مجموعة من الأخبار المتنوعة في عالم السيارات. عالم المحركات ضيوف ومهتمين وخبراء في قطاع السيارات. عالم المحركات مع الصحفي رشيد أسرع. سي البيض مرحبا بك في برنامج عالم المحركات. فأنتم كشركة مختصة في تنظيف السيارات والحفاظ على الصباغة ديالها، فاليوم لاحظتم أنكم جبتوا واحد منتوجات جديدة وتقنيات جديدة ويعني كتجاوز هذاك التنظيف الكلاسيكي اللي كيعتمد على الماء واستهلاك كبير للماء. ففي البداية بغيت تكلم لي على شنو أهم الأنشطة اللي كدير الشركة. شكرا على الاستضافة سي رشيد. بالفعل شركة مختصة في نقولوا في السيارات، في الدراجة النارية، في الطائرات الخاصة، في اليخت. حنايا من 2008 في المغرب، علما بأن حنايا متواجدين في فرنسا، في باريس، في ليون، في غرنوبل وفي مدن أخرى في فرنسا، موجودين في سويسرا، موجودين في الجزائر العاصمة، موجودين في تونس العاصمة قريبا إن شاء الله، والسنغال كذلك. بلا ما نهضروا على المناطق اللي تتسمى لي دومتوم فرونسي بحال غوادلوب. الفكرة اللي جاتنا حنايا والبعد اللي عند العمل ديالنا هو نحاول نواكب المجريات العالم في ميدان السيارات، وفي بالخصوص فيما يتعلق بالصباغة وفيما يتعلق بالداخل ديال السيارات. بمعنى أوضح، احنا تنتكلفوا بالتنظيف، التلميع، الحماية ديال الانتيريور ديال السيارات، تيكون ديال الجلد، تيكون ديال التوب، تيكون ديال مواد أخرى. عندنا أي حاجة، عندنا المواد اللازمة ديالها ومواد اللي تنشر لها في هذا السياق، مواد تجي من دول متقدمة في المسائل. على سبيل المثال، على سبيل الحصر، ألمانيا، ودرنا شراكة مؤخرا باش ندخلوا المغرب لامارك، العلامة ديال شول كونسبت. هذه شركة اللي مختصة في عالم السيارات من 1962، يعني عندها باع طويل في الميدان هذا، والحمد لله هما اللي اتصلوا بنا ورقوا بأن راه كاين إمكانية أن في المغرب نوصلوا للمبيعات قيمة في هذا السياق. واخا إلا سمعتي السي البيض، فربما كتستضفتك هذه مدة في برنامج على الراديو عالم المحركات، وكنتي بديتي واحد الامتعاض كبير من هاد التجارب اللي كاينه دابا حاليا على مستوى السيارة باستعمال المياه. يعني كتشوفها بانها مساله مبدره للمياه وهذه، وربما انتم جبتوا واحد التقنيه ديال البخار غسل السيارة. فبغيت نشرح لنا التقنيه هذه، واش ممكن انها تعمم على جميع عند الناس اللي كيديروا تنظيف السيارات؟ فعلا سي رشيد أسرة، هو كنت واحد البذخ نقولوا، واحد تضيع بشكل اهدار بشكل فظيع في ميدان الثروه ديال الماء. احنا بلاد اللي محتاجه للماء، مشينا في مشاريع اللي تتطلب الماء. كاع الا بغينا نشوفوا المساله بطريقه افقيه، غادي نلقاو بان مشاريع اللي مشينا ديال ماروك ايمرجونس، خدينا ديال المغرب ديال البلون ازور، خدينا ديال المغرب الاخضر، خدينا كل هادو تتطلب الماء. يعني خصنا ندير واحد عقل هنا، واحد ترشيد يكون في مستوى عالي باش نوصلوا نستغلوا الثروات اللي عندنا ونحميوها للاجيال القادمه. هذا هو المعنى ديال 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 التنميه المستدامه. دونك حنايا تلقينا بان السياره تستهلك في الغسل ديالها في القانون اللي كاين دابا، في النظام اللي مستعمل في المحطات ديال 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 غسل السيارات، تيمشي حتى 250 لتر ديال الماء. هذه مساله رهيبه، والارهب منها ان لا احد يقول اللهم ان هذا منكر، لان اصل المسائل تبدل. يمكن في دول اخرى ما عندهمش هذا الهاجس ديال الماء، ما عندهمش هذه الحاجه. حنايا دوله في طريق النمو، محتاجه للماء لأسباب صحية، لأسباب نقولوا اجتماعية، لأسباب اقتصادية. دونك احنا حاولنا واتصلنا بالوزارة المعنية بالأمر، اتصلنا بالمجتمع المدني، ودرنا جمعية اللي الحمد لله دخلنا فيها طلبة في مؤسسات جامعية مغربية، دخلنا فيها أساتذة باحثين، دخلنا فيها شركاء اقتصاديين. الهدف منها أن نوصلوا نوعيوا الناس بأن راه كاين طرق بديلة لغسل السيارات، لتنظيف السيارات، لنوصلوا كاع يمكن نتائج افضل
بتكلفة أقل وبتكلفة نقولوا إيكولوجية أقل. سي البيض واش ممكن تكلمني على التقنية بالضبط هذه ديال الغسل عن استعمال البخار؟ احنا تنستعملوا جوج ديال الطرق في واقع الأمر. الطريقة الأولى كيف شرتي لها كاين البخار. البخار هو من طبعه أنه معقم، يعني لداخل السيارة، المقاعد، التوب اللي لداخل نقول لاموكيت تدوز عليها البخار تتنظف وتتعقم، يعني سي انتي باكتيريان، سي انتي اليرجين. شي باستعمال شي اليات خاصه. اليات خاصه وتستهلك كميه قليله ديال الماء، يعني تنوصلوا ان تنغليوه باش يولي بخار. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اللي طورناها اكثر واكثر هي طريقه ديال استعمال مواد مواد تنقولوا احنا بالفرنسيه بيوديغرادابل، يعني من نفسها تتحلل، قابله للتحلل 100% و ايكولوجيا. نعطيك ثلاثه ديال الامثله ديال هاد. كاينه وحده فيها لالويفيرا، فيها لالويفيرا يعني سي اون بلونت ناتوريل. هذه كاينه وحده فيها لا سير دو كارنوبا. سير دو كارنوبا باش نقرب المستمعين من شنو المعنى ديالها. سير دو كارنوبا تنقولوا حنا للسيارات هي كالكيراتين بالنسبه للشعر. لا كيراتين تتعطي ديك لاسبيليس، تتعطي ديك الرطوبه، تعطي ديك الحمايه ديال الشعر. كذلك حنايا هاد لا بلونت هادي اللي تتجي من البرازيل من الامازوني تنديروها اليتا بيغ، تتحمي السياره، تتعطي هذاك اللمعان والبريق ديالها وتتعطيها الحمايه. وهذه المساله الاساسيه ان بمواد طبيعيه كيف قلت لك لارجيل، الطين، لي زويز اسونسييل دونك زيوت اساسيه، الويفيرا ومواد اخرى يعني عندها قيمه نباتيه، قيمه ايكولوجيه كبيره، تتعطينا نتائج يعني نقدر نقول كاع خياليه. لان باش توصل انك لا سمحتي بالنسبه لهاد المواد هذه واش مكلفه؟ الوغ باش نعرفوا واحد المساله استاذ رشيد، دابا المستهلك العادي ربما بشحال كيغسل السياره ديالو ب 30 درهم؟ لكن جوج ديال الابعاد في المساله هذه. كاين البعد نقولوا حنايا الانتاجي ديالنا حنايا كمؤسسه اللي قالت بلاص من نستعمل مواد ديال الماء وداك الشيء اللي كاين، مشينا في واحد الطرح اخر، مشينا في واحد المقاربه واحده اخرى، مقاربه ايكولوجيه. بطبيعه الحال حنا كون ما لقيناش بان راه هذه المقاربه هذه غادي توصلنا ان يكون عندنا منتوج اللي مربح، منتوج اللي تخشى في السياق نقولوا ديال التنميه المستدامه، وفي نفس الوقت هيئنا ان نديروا ارباح اللي نطوروا بها الشركه ديالنا، ما كناش غادي نديروا. يعني الحمد لله من 2008 حلينا في الدار البيضاء، مشينا حلينا في فرنسا، فتحنا دي بوان دو فون دي سونتر عندنا اللي كاينين في كيف قلت سابقا كاينين في تونس، في الجزائر، في فرنسا، في سويسرا، عما قريب ان شاء الله تعالى في السنغال، يمكن كاع ديالو اتصالات في مونريال، في كندا. يعني الحمد لله من الناحيه الاقتصاديه مربح. دابا بالنسبه للمستهلك كاينين جوج ديال المسائل. اولا حنايا مع المستهلك ما تنديروش واحد الطرح ايكولوجي 100%، ما تنقولوش المغاربه المنتوج ديالنا راه ايكولوجي استهلكوه راه ايكولوجي، لا. لان لقينا بان درنا ابحاث وهذا الشيء معروف متداول عالميا، الانسان بطبعه هو ايكولوجي اذا كان في نقولوا حنايا في مرابحه اقتصاديه. يعني الا كان تقولوا بالفرنسيه لو ماروكان اي ايكولوجي كون سي ايكونوميك، يعني ما خصش يكون غالي، ولا كان شويه غالي على السوق خص تكون جوستيفي هذيك لا ديفيرونس. دونك حنا وصلنا انيا هاد الطرح ديالنا وصلناه للمستهلك الحمد لله، الناس كثار الحمد لله دخلوا معنا، كاين ميم دي طلبات دابا باش نديروا هاد لي فرانشيز نحلوهم. عندنا واحد غادي ديفلوبي ان شاء الله في الاسابيع المقبله لو كونسيبت سور كازا بلانكا من غير لو سونتر كي اكزيستو ديجا. عندنا مراكش حتى هي من واحد شهرين ثلاث شهور ان شاء الله. يعني الثمن تنبداو حنا ب 50 درهم، ولكن تنمشيو قد ما كانت قد ما كان المنتوج اللي خدامين عليه فيه واحد القيمه مضافه، فيه يعني قلنا الحمايه ديال السياره، المنتوج راه يعني متطور، فيه هاد تنقولوا حنا لي نانو تكنولوجي، التكنولوجيا الدقيقه، يعني باش نوصلوا لهذا الشيء هذا. داك الشيء علاش اختارينا الشركه الكبرى في هذا الميدان ومشينا لالمانيا، لان تما في كاينين لي سبيسياليست ديال هذا الشيء. الحمد لله طورنا صفقه علاقه تجاريه اللي غادي تمشي بعيد ان شاء الله، والمستهلك المغربي ماشي غير بامكانه يجي عندنا، بامكانه
عنه أنه إلى خدت المواد اللي تستعمله ويستهلكها إلى بغي يدير بطريقته الخاصة. واش أنت في نظرك ممكن أننا نعمه التجربة ديال الغسل بخار السيارات على جميع محلات ديال غسل السيارات بالمغرب؟ إشارة أحد أخرى ممكن ممكن وممكن جدا لأن يحتاج شي آليات. كاين جوج حوايج كيف قلت لك، احنا كنا تنديروا النظام اللي تخدم بالبخار بآلات اللي تتعطي البخار، وكاين نظام اللي أقل تكلفة اللي هو بهاد المجاعين اللي فيهم هاد المواد اللي قلنا ديال الزيوت الأساسية وهاد المواد النباتية. بالنسبة للآليات واش مكلفة هي الا بغاو هو بالنسبة للبخار هو هو البخار الا بغيتي آليات يعني جيدة وتعطي كفاءة هذاك هي شوية نقولوا تتبدا بواحد 50,000 درهم 60,000 درهم بلا ما ندويو على تكاليف الصيانة ديالها وداك الشيء. اما السياق الاخر ديال قلت لك المجاعين اللي فيها هذوك المواد اللي سهله استعمال وهذيك تتعاون اكثر لان تتعطينا حتى اللي تنديروا حنايا داك لو سيرفيس موبيل. حنا تنمشيو عند الشركات، تنمشيو عند ناس في ديورهم، تنديروا لهم السيارات ديالهم بطريقه ايكولوجيه، ما كاين لا تضيع ديال الماء، ما كاين لا لو سخ، ما كاين لا يعني بطريقه نظيفه جدا، النتيجه فعاله والحمد لله الناس راضين. حنت كاين تواصل معهم، حنت نشرحوا لهم كيفاش تنخدموا وتيشوفونا كيفاش العمل تيكون الحمد لله بطريقه نظيفه، طريقه مهنيه وطريقه اللي زايده انها محافظه على البيئه، وهذا كل شيء فيه ربح. واخا شكرا سي البيض. عالم المحركات يقربكم من سوق السياره الوطنيه. عالم المحركات ينقل لكم مجموعه من الاخبار المتنوعه في عالم السيارات. عالم المحركات ضيوف ومهتمين وخبراء في قطاع السيارات. عالم المحركات مع الصحفي رشيد أسرار.